Voyage الطياره نتاعنا باش تهزنا لدبي ان ديناميك باش فيه العادات والتقاليد وفي نفس الوقت لا مودرنيتي دبي معروفه بالاركيتكتور مودرن نتاعها اولهم برج خليفه اعلى قمه نتاع بني في العالم فيو بانوراميك ويتوفر فيها لي في لي كومبيتيسيون نتاع لو سبور اكستريم جزر اصطناعيه كيما البالم جميره دي زوتيل ومن ازين البحورات في العالم في وسط المودرنيتي هذيكا ولا نوفيل تكنولوجي فما العادات والتقاليد نتاعهم والحاجات اللي نعرفوهم نحنا كيما السوق tradition. للي اللي عندهم عندهم سوق نتاع ذهب وسوق نتاع الفحات وبيان سور من غير ما ننساو لو دبي ميزيوم وفرصه للتوريست باش يمشيو يعرفوا حكايه دبي وشنو الحاجات اللي تنجم تلقاهم غاديكا للي مغرومين بالموضه واللبسه والشوبينغ اون جينيرال لي كوميرسيو في البلايص الكل منهم دبي مول والنجم نقول لكم اللي كيدوروا في لي واللي ولي بوتيك اكسبيريونس اللي لازم تعيشوها للي يحبوا لي فما سفاري وين عندك البوسيبيليتي باش تاخذ على ذمتك وتمشي في رحلة للصحراء نتاع دبي، تنجم زاده تمشي للسكي في وسط سكي دبي، ودي بارك اكواتيك في كل بلاصه للاصحاب والفامي زاده. دبي المساحه نتاعها 4114 كيلومتر مربع، يعيشوا فيها 3.4 مليون ساكن، عندها من اكبر المطارات في العالم، وتستقبل اكثر من 14 مليون سائح سنويا. سوم البيي ونحكيو على سيجور نتاع جمعه من زمان، 2 ملايين و227 دينار، ولازم تخلي بودجي نتاع 75 اورو، 255 دينار يوميا. هذا الكل كي نحكيو على بلاصة متاع اوتيل تخوز وال، وفطور وعشوات في بلايس موين جام وهكا كونو كملنا الرحلة متاعنا في دبي متاع الليلة